الوزير الأول قال لي أمس ما فيه حتى مشكل من الجانب المالي، والسيد وزير المالية موجود، وأنا تعليمات لي ألي باش ناخذ إجراءات هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم باش يكون عندي علاقة مع السفراء هذا الدول روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا مع السفراء باش نبدأ احنا لقاء معاهم ونتكلم حول اللقاح.